مرحباً، هل أنت من عشاق العطور؟ وهل تعيرين هذا الأمر أهمية خاصة؟ لا تظني أن مجرد رش العطر أو الإكثار منه أمر كافٍ. فمهما كان عطرك، تذكري دائماً أنه لا يجب على أحد أن يشمه إلا إذا كان واقفاً بالقرب منك. وإذا دخلت غرفة واستطاع الأشخاص الذين يبعدون عنك أكثر من 3 أقدام على شم العطر، فهذا يعني أنك أكثرت منه. فلتكن رائحتك جميلة بقدر جمالك. في كثير من الأحيان تتفاعل رائحته مع رائحة الجسم بطريقة سيئة، ولتتجنب هذا التفاعل قومي باختياره بالدقة التي تختارين بها مواصفات الصابون أو مرطب البشرة. خذ الوقت لتختاري العطر الذي يناسب بشرتك أكثر، وبذلك جسمك وعطرك سيتفاعلان سوية بطريقة أفضل، فتكون رائحتك أفضل. وتذكري دائما أن عطرك هو جزء من نظافتك الشخصية.